وما جاء في الحديث السابق عند النسائي من أن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وفي الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاه، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب عصفورا، ومن راح في الساعة السادسة فكأنما قرب بيضة. هذا الحديث منكر بوجود كلمة العصفور، إنما الثابت خمس ساعات بذكر الدجاجة دون ذكر العصفور.